ما سبب غلاء الاسعار المخلوقات؟ بص ما في يعني ما يعني انا بعت اليوم سياره ورجعت فاضي امبارحه بعت فيها 17 برميل جابوني جابوني البرميل 157 طيب هذا عزمنا نبيع وكسر وبيع ورجع علينا 713 المازوت عمل اجونا لهون يعني تهريب السيارات هيك عمل كسبوا لنا البرميل 65000 65000 ورجع 300000 يعني شيء خطي حرام. مين سبب يعني الازمه هي في حلب؟ سبب قطع يعني اللي عم بقطع وان كان مين ما كان هذا هو السبب يعني مشان ما نحدد نعرف مين اللي عم بقطع. نحن بنعرف البنزين عم بيجينا من مرة يعني من الباب ومن هالمناطق هلا ما عم بيجي يعني السبب اللي عم بقطع الطريق وين؟ بسيارتك اللي عم بقطع الطريق يتقي الله في العالم يعني يتقي الله في العالم لانه يعني ايش شو بدهم يعني ايش شو بدهم من هنا؟ يعني بدهم يعني يترك البلد ما بنتركه هاي البلد ما بنتركه ونحن ضحينا وحطينا شهداء وحطينا ما بنترك البلد ما يعني صعب ما يتعذبوا نحن. وايش السبب اللي يعني ارتفعوا ولا لا؟ الحمل كان من 1200 ل 2000 صار بسبب البنزين والمازوت وين جيت تغلى الاسعار عنا؟ عن اليوم هذا كان يسوي لنا اللحمه عجين 200 ورا صار 500 ما في مازوت ما في بنزين وغلى غلى غلى فاحش ميتين عنا. طب يعني ايش هي الالات اللي بتستخدموا عليها المازوت والبنزين لحتى ارتفعت؟ مثل المولدات مثل الهاند سيفر نقطع الضيعة نجيب رزق صار دبل يوم 2005 كنا نقطع الله اليوم ب 20 25000 مواصلة السيارة. شو بتجي رسالة يلي عم يتلاعب بالاسعار اللي سكر الطرق تبعت ايش دعك وجه لهم رسالة؟ ايش من وجهت لهم خصوصا معهم؟ لم يدعي انا معنية توجه لرسالة ما في على داعش هي اللي قطع الطريق المازوت والنظام قطع الطريق. ايش بتجي رسالة اللي عم يقطع الطرق؟ الله ينتقم من الطرفين الله ينتقم منه وعليه ما يستحق من الله الله يعطيك العافية. ما هي سبب ما هو سبب ازمة المازوت والبنزين والحرارة؟ والله انا كنت ببيع هون البنزين 250 ليره كل ما يطلع صار 400 هلا من 3 ايام كنا عم نبيع 400 اليوم 750 وما في يعني هلا انا شغلت نص ساعه مسكر ما في لانه بكره نهارين رح صار اللتر ب 1000 ورق لانه ما في واذا ضل هيك الوضع العالم كلها بدها تصف وتبرك بالحر انجل الحاد اللي يحوي له طنبور يسحبه غير هيك ما بضل. طيب مين السبب بتوقف هون يعني ما عم بيجي بنزين مازوت؟ ما عم بيجي من هنيك من حماه ما في بنزين يعني من حمامة من عند النظام المازوت من عند الدواعش عبدول ما عم بحكوا العالم اللي عم بيجوا كان لتر المازوت ب 80 ليرة اليوم لتر ب 350 وما في يعني 350 ما في يعني عم بيجي معلش عم بيجي 350 معنا عم بيجي رسالة اللي عم بيقطع البنزين بنقول له يعني طلع يعني الاوف حال هالعالم يعني اليوم ربط الخبز حقه 200 ليره يعني انا طب في عندي طب في ناس ما عندها حق رغيف خبز يعني في ناس ما عندها حق رغيف خبز لكن القصد 350 ليره طب حرام يعني احنا يعني انا ممكن معي بس في ناس ما عندها حق لقط الخبز يعني يرقفوا بحال هالعالم هي يعني الله على الوضع هذا الله ايش مساوي فينا قليل.